تحية طيبة مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رسم رئيس الجمهورية ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، مشددا على دور الطاقم الحكومي الجديد في احتواء مخلفات مرحلة سابقة أثرت بشكل كبير على دواليب اقتصاد البلاد. استرجاع هبة الدولة، المحافظة على المال العام، محو سياسة العقاب والتكفل التام بانشغال ومشاكل المواطن، معادلة ترتكز عليها خارطة عمل الطاقم الحكومي الجديد في المرحلة المقبلة. اجتماع مجلس الوزراء نال فيه الملف الاقتصادي الصدارة بالنظر إلى الظرف الراهن للبلاد، ظرف يتعين على الحكومة الجديدة بكل طاقمها ودوائرها الوزارية أن تحدث قطيعة تامة مع أساليب التسيير السابقة والعمل في تناسق وانسجام حكومي على بلوغ نموذج اقتصادي جديد. ما هي القراءة الاقتصادية في تركيبة الحكومة الجديدة وإسقاطاتها على المشهد الاقتصادي للبلاد؟ أي جديد سيجنيها الاقتصاد الوطني من الدوائر الوزارية المستحدثة في حكومة عبد العزيز جراد؟ ما هي أولويات خارطة طريق الحكومة الجديدة؟ كيف سيواجه الطاقم التنفيذي الضائقة المالية للبلاد؟ وأي تصور لتحرير الفعل الاقتصادي من أشكال البيروقراطية والمال الفاسد؟ أي دور منتظر من المستثمرين الشباب في المرحلة المقبلة وهم من حظي بدوائر وزارية جديدة لاحتواء مشاريعهم وأفكارهم الاقتصادية؟ وأخيرا، أي دور للدياسبورا الجزائرية في إنعاش الاقتصاد الجزائري؟ هي أسئلة من بين أخرى سيدور حولها نقاش هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي لهذه السهرة، رفقة عدد من الضيوف، وهم أولا محفوظ كاوبي محلل مالي. أهلا بكم سيدي، ونشكرك على تلبية دعوة برنامج الحوار الاقتصادي. معنا مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. أهلا بكم سيدي. أهلا. وشكرا على تلبية الدعوة. ومعنا مراد شنايت أستاذ في جامعة الجزائر 3 اقتصاد. أهلا بكم سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. وسنعود إليكم بعد قليل بعد أن نستعرض سويا هذه القراءة في تشكيلة الحكومة الجديدة وفي ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء الأول من نوعه منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، أول اجتماع حظي فيه الشق الاقتصادي باهتمام الرئيس والحكومة الجديدة. نتابع هذه الورقة التحليلية للزميل عمار حلاس ونفتح بعد ذلك النقاش. الإعلان قبل أيام قليلة عن أول حكومة في حكم الرئيس عبد المجيد تبون كشفت عن التوجه العام الذي ستنتهجه الجزائر في المرحلة المقبلة. توجهنا الغالب في إجراءاته سيكون اقتصاديا، حتى ولو أن أولى إصلاحات رئيس الجمهورية تبدو سياسية بتعديل دستور البلاد. حكومة جديدة لمرحلة اقتصادية استثنائية، هل سيكون في مقدورها إخراج الاقتصاد الجزائري من مرحلة صعبة وتحقيق ما ينتظره الشعب الجزائري الذي صار رافضا لطرق التسيير السابقة وصار نوعيا في مطالبه السياسية والاقتصادية ومدركا لرهانات وطنه؟ أولى تحاليل المختصين تضع التشكيلة الحكومية الجديدة أمام رهان صعب. حكومة جاءت في ظل ظرف سياسي مميز، لا تهاون ولا خطأ سيكون مسموحا منذ اليوم في تسيير المال العام وشؤون البلاد الاقتصادية، ولا عبث بمصالح وانشغالات المواطن سيكون مباحا في المرحلة المقبلة. حكومة جديدة لا وفرة مال ولا نفط مدر للثروة سيضعها في أريحية لتسيير شؤون القطاعات الاقتصادية، الكفاءة وحدها وصواب أخذ القرار والوطنية هو المتوفر على الأقل حد الآن للانطلاق في مسار الإصلاح الاقتصادي.
تركيبة الحكومة الجديدة تكشف عن رص صف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتعزيزها بوزارات منتدبة، وهي مفاتيح حل في أيادي وزراء شباب جامعيين يعول عليهم في تحقيق الإقلاع المنتظر. استحداث وزارة منتدبة للمؤسسات الناشئة وأخرى للحاضنات يضع الاقتصاد الجزائري على المسار المنتهج في دول بارزة أخرى توفر فيها المؤسسات الناشئة أضعاف ما يوفره النفط في دول عديدة. مجال خصب أمام الشباب حاملي المشاريع والأفكار الجديدة لتجسيد آلاف المشاريع المصغرة. وحتى لا يصطدم هذا المسار بإدارة بالية بيروقراطية مقاومة للتغيير، ستكون أولى مهام الوزارة المكلفة بالرقمنة هو تطهير الإدارة من طرق التسيير القديمة وتغليب التكنولوجيا المتطورة وبسط الشفافية والوضوح على عمل الإدارة. ورشة كبرى ستعزز عملها وزارة منتدبة عائدة، وهي استشراف توجهات اقتصاد البلاد ورسم مؤشراته المرغوبة على المدىين المتوسط والبعيد. الوزارة المنتدبة للاستشراف ستتولى أيضا تحيين كل الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري التي كانت مغلوطة سابقا وتجديدها بناء على صدق المعلومة الاقتصادية ونزاهتها. قطاع الفلاحة الذي انفصل عن الصيد البحري في الحكومة الجديدة تعزز بوزارة منتدبة للفلاحة الصحراوية والجبلية، إجراء ينتظر منه الكثير بالنظر للقدرات الفلاحية في المناطق الصحراوية والتي لم ترق إلى حد اليوم إلى مستوى ما هو منتظر منها. مشاريع فلاحية كثيرة لم ترى النور وأخرى وئدت عند انطلاقها، والوزير المنتدب ستكون له أولوية مرافقة مشاريع الاستثمار الفلاحي الخاص في الجنوب وتحييد العراقيل المحيطة بها. وعملا على تحضير الجزائر لمواعيدها التجارية الدولية، قطاع التجارة سيكون في المرحلة المقبلة مطالب بتحقيق التوازن بين واردات وصادرات البلاد. وزير المنتدب للتجارة الخارجية أولى اهتماماته هو تنظيم سوق الواردات وتطهيرها من تلاعبات المفسدين بتضخيم الفواتير التي انكشفت اليوم وتأهيل المنتوج الجزائري للتصدير، وقبلها القطاع مطالب بتطهير التجارة الداخلية من نزيف سوق موازية عجزت حكومات عديدة سابقة على مواجهتها. هي ملامح وتحديات الحكومة الجديدة التي عقدت أول اجتماع وزاري لها برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي رفع سقف التوجيهات والتعليمات عاليا. فالوزراء الجدد مطالبون بالنزول إلى الميدان وبالتحلي بالصرامة في تسيير الشأن العام للبلاد واسترجاع هيبة الدولة وقبلها مصداقية المواطن والتكفل بكل انشغالاته. وزراء مهمتهم الأساسية كما أسدى لها في توجيهاته رئيس الجمهورية هي إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة التي أدخلت اقتصاد البلاد في حالة شبه انهيار. الظرف الاقتصادي استثنائي والإرادة السياسية أعلنت للتجديد، والكرة حسب المختصين هي اليوم في مرمى حكومة جديدة يتساءل بشأنها الملاحظون هل ستوفق في إصلاح الشأن الاقتصادي للجزائر؟ إذن تابعنا هذه الورقة للزميل عمار حلاس، وربما أبدأ من حيث انتهى عمار. سيد كوبي، رئيس الجمهورية رفع سقف التوجيهات عاليا، الظرف الاقتصادي ظرف استثنائي، أزمة اقتصادية تعيشها البلاد على غرار بعض الدول الأخرى، الإرادة السياسية أعلنت التجديد، الكرة اليوم في مرمى الحكومة، هل بإمكانها اليوم رفع التحدي؟ سيد كوبي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة رفع سقف الالتزام والواجب من الحكومة شيء جميل جدا، لكن يبقى الأمر الأهم هو ما هو مضمون، ما هو برنامج الحكومة، ما هو مضمون برنامج رئيس الجمهورية، ما هي استراتيجيته من أجل تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي توزيعي غير تنافسي في ظرف كما كنا نسمعوا في الفتير، في ظرف أن الآن الدائقة المالية لا تمكن من المواصلة في عملية التوزيع. إذن الالتزام أمر طبيعي، الصرامة أمر طبيعي أيضا، ليس بشيء الجديد. ما ننتظره من أجل تقييم الأمور هو على الأقل بسط وإعطاء ما هي معالم البرنامج الحقيقية، والمعالم لا يمكن أن تكون
خارجة عن مجموعة من الإصلاحات، لأن وقت التشخيص أظن أنه قد ولى وتجاوزناه وما هوش في هذا منذ زمن. والإصلاحات للأسف هي إصلاحات تأخرنا فيها كثير، والآن إمكانياتنا متقلصة، يجب أن نغتنم الوقت أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن تكون عملية الإصلاح تخضع إلى معايير هي تمكن من العمليات، الامتياز وضبط المواعيد. غير ذلك القول بأننا يجب أن نذهب إلى الميدان والأمور هذه أمور عادية مرتبطة باللوجستيك وليست مرتبطة بالخطط والاستراتيجيات. إذن البرنامج يجب أن يعتمد على استراتيجية، على أهداف، وأيضا على خطط مضبوطة بطريقة منسقة مع كل الحقائب الوزارية أو القطاعات المختلفة من أجل تمكين من التحكم في الوقت وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف بالنجاعة وبالمردودية اللي يجب أن تكون هي المعيارين اللي يتقيم بهم العمل الحكومي. يعني في بيان مجلس الوزراء رئيس الجمهورية حدد خارطة طريق عمل الحكومة يعني بالتوجيهات، يعني نقول أنه وضع فقط الملامح، وعلى الطاقم الحكومي كل في دائرته الوزارية تحضير مشروع، يعني على كل وزير أن يعمل وفق خطة عمل وزارته. يعني رأيي شخصيا أو كنت أود أن يكون الأمر مخالف، أن من المفروض أن الخطة موجودة على المستوى الرئاسة وعلى مستوى رئاسة الحكومة، وأن البداية في العمل وليس في إعداد الخطط، لأن المفروض أن عملية الانتخاب تمت على برنامج واضح المعالم، وهد البرنامج من المفروض أن يعتمد على مجموعة من الإصلاحات. نعطيك مثال: إصلاح منظومة البنكية، إصلاح منظومة التحويلات الاجتماعية، إصلاح منظومة الإنفاق الموجودة في الموازنة العمومية، كيفية فتح الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي، كلها تحديات كبيرة إن لم نجب عليها في الوقت القريب جدا فإن هامش المناورة سيكون متقلص جدا، و الوقت في التفكير أظن وأؤكد مرة أخرى أن ليس الوقت للتفكير بل الوقت إلى العمل من أجل الإصلاح. إذا ما استندنا لوش تقول سيد كاوبي، إذا نحن بقينا في نفس نمط التسير السابق، وإن كنا نقول لماذا الكل يتكلم عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، أين هو دور هؤلاء الوزراء، ما هي يعني استراتيجيتهم في تسيير قطاعهم، وش الجديد اللي يجيبوه هؤلاء الوزراء إذا ما جاءوا فقط لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أين دورهم يعني كنخبة للتسيير؟ نخبة أنها النخبة القطاعات الوزارية يجب فيه تحكم في العمليات، ضبط في عملية التجسيد للمشروع، وليس التفكير في صيغة مشروع. من المفروض لا أنه يكون المشروع موجود، المشروع الملامح المشروع موجود وخارطة الطريق موجودة، أين دور يعني البصمة، بصمة الوزير، بصمة المسؤول، يعني لازم تكون سيد كاوبي. بصمة الوزير هو أنه يتمكن أن يطبق البرنامج في ضمن رزنامة عملية حقيقية في وقت وجيز ووجيز جدا، بينما التفكير أو اقتراح خارطة الطريق فإن الأمر يمكن أن يخفي عدم وجود برنامج فعلي وحقيقي. هل توافق الرأي السيد زبدي؟ تفضل. شكرا. شوف، أنا أعتبر أنه الخطة موجودة. نعم، الخطة موجودة، وهي الخطة التي أوصلت الرئيس تبون إلى قصر المرادية، وإلا ما كناش يعني ما كانش هنالك انتخابات. الخطة ما لا يمكن الدخول في ميكانيزمات وآليات تطبيقها.
لما نشوف الخطوط العارضة للبرنامج نهضروا على ترقية الفلاحة، نهضروا على حماية القدرة الشرائية، نهضروا على إلغاء الضريبة على سنصل إلى هذه النقطة. كاين شق سياسي بطبيعة الحال، مهم جدا، كاين شق اجتماعي وكاين شق اقتصادي. أعتقد أنه الآن لمسة الوزير أين تأتي في كيفية تطبيق هذه الخطة، لأنه شفنا بكري كفاح بكري نضرب صحيح العبارة، يعني الوزراء كانوا يخدمون تلقاء أنفسهم، ما كانش هنالك قائد للسيمفونية، حتى أننا في لحظة من اللحظات كان وزير يقوم بتصريح صباح يجي لعشية الوزير الآخر يكذب التصريح الأول، يمد رقم الوزير آخر يكذب الرقم. شفناها للأسف الشديد، حتى في وقت المرحوم بختي بلعي مسكين كان يهضر يقول لك استيراد سيارة عقب 3 سنوات ويجي الوزير تاع الاقتصاد يقول لك لا ما كاش منها، ما هضرناش الأمر. الآن كي يكون قائد سيمفونية وكي تكون خطة يا أخي، بصمة الوزير تأتي من خلال الميكانيزمات اللي راح تضعها. نعطيك على سبيل المثال مؤخر، يعني كان عندنا لقاء يعني بصراحة نهضرها مع وزير التجارة والوزير المنتدب للتجارة الخارجية. نعم سيد، كاين الآلية، كاين واش لازم نديروا، دفاع القدرة الشرائية للمواطن، تنظيم السوق إلى غير ذلك، ولكن على كل واحد متدخل في هذا القطاع أن يدلي بأفكاره لأجل بصح الطريق بينها واش لازم نروح. نعم. الان كل وزير كما يقول لك طاق على ما طاق، كل وزير يوري حنت يديه. الان مثلا عندك 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 فريق في 11 ويجي المدرب يقول لك الهدف تاعنا اننا نفوزوا وانت تلعب لي دروا وانت تلعب لي جوش. يا خويا اذا ما عرفتش تلعب لي دروا روح دير راماسور دو بول وقضي الامر. اعتقد اننا رانا في هذه المرحله، حتى اننا وربما من بين المظاهر التي لاحظناها جميعا يعني وكانت بادية، مجلس الوزراء الأول هذا وشفنا، يعني أنا صراحة أول مرة نشوف وزراء حكم ورقة وستيلو صراحة. لماذا؟ لأن هنالك تعليمات، لأن هنالك تعليمات توجيهات تعليمات هاو الهدف، إعادة الثقة بينك وبين المواطن، الإصلاح الإداري إلى غير ذلك، بين الأمور الجديدة يعني اللي أيضا نحن كمنظمة استبشرنا بها خيرا، انه التركيز على الفلاحة الصحراوية. نعم، حتى انه كاين الوزارة خاصة بها، لما نهضروا على التجارة الخارجية ايضا وشفنا وهضرتها وقلتها انه بعض الفلاحين قاموا بمقاطعة المبيعات تاعهم، كيف من جهة اننا نتحدث على وفرة الانتاج الفلاحي وكذا الى غير ذلك من الامور، ومن بعد نخلي هذاك الانتاج الفلاحي يخمر ويفسد الى غير ذلك. لابد انه تحرك، تكون هنالك ميكانيزمات لاجل التسهيل، لانه العجله الاقتصاديه نقولها بصراحه العباره راهي حبسها. صحيح حبسها درك. وضع اقتصادي صعب جدا. وضع الاقتصادي. نعم. رانا في وضع اقتصادي حابس. صحيح. رانا في السوق التجاري راقد، وللاسف الشديد وخير دليل نشوفوا يعني العشرات الالاف من التجار الذين أوقفوا السجلات تاعهم، نشوفوا أنه عشرات ولا مئات من المتعاملين الاقتصاديين اللي صراحة يجوا يشتكوا لينا كمتعامل، يقول المستهلك على ما هوش يشري، وأنا واش عندي لك المستهلك؟ أو كاين ظرف اقتصادي صعب، كاين قدرة شرائية متدنية. الآن احنا من الجانب الاقتصادي أعتقد أنه إذا ما كان الهدف إلى وصول نقولوا انقاذ القدره الشرائيه، لانها في الحضيض دونك ماشي واحد نقول لك تحسين القدره الشرائيه، انقاذها، انقاذ القدره الشرائيه من خلال بعض الاجراءات التي يمكن ان تحفظ ما وجه العائلات المتوسطه والمعوزه. نحن في هذه الخطه ونحن سنساعد من يسعى الى تطبيق هذه الخطه، لانه فيها يعني راحة المواطن والفرد والمستهلك الجزائري. نعم، يعني نواصل في نفس النهج السيد زبدي، لما تقول أنه رئيس الجمهورية يعطي الملامح الكبرى والوزير يعني يجسد هذه من خلال ضبط قوانين، من خلال إجراءات جديدة تمشي في نفس سياق برنامج رئيس الجمهورية، على غرار مثلا ما فعله، ما صرح به وزير الصناعة والمناجم فرحات أيتعلي لما قال سأعيد صياغة قوانين تنظيمية تسمح للمستثمر أنه لن يلجأ بعد اليوم إلى الوزارة من أجل
وثيقة ما أو إجراء ما، يعني يولي ما يحتاجنيش أنا هذا المستثمر، يعني تسهيل إجراءات الاستثمار تدخل في سياق برنامج رئيس الجمهورية، لكن طريقة التجسيد تبقى على عاتق الوزير المعين. تفضل السيد شايت. في حقيقة الأمر أنا أشاطر الأساتذة والخبراء الحاضرين في هذا البلاطو على قضية أن البرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية، لأن باعتبار أن النظام والدستور الجزائري يؤكد على أن النظام نظام رئاسي، فالرئيس الجمهورية هو الذي لما يترشح يقدم ماذا؟ يقدم برنامجه لماذا؟ لكل المواطنين، ثم يوافقون على هذا البرنامج. ثم بعد ذلك هذا البرنامج في بداية الأمر تكون فيه خطوط عريضة، هذه الخطوط العريضة بطبيعة الحال تكون خطوط تهدف إلى تحقيق أهداف معينة يريد رئيس الجمهورية أن يحققها. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يحقق ماذا؟ تنمية اقتصادية أو نمو اقتصادي، وكذلك القدرة على أنه يسعد كل المواطنين تحت البلد ومنه الجزائر. إذن هذه الأهداف راهي موضوعة، هذه الأهداف راهي موجودة عند رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي عبارة عن التزامات. هو أكد على أنه وضع 54 التزام، فهي إذن أهداف يريد تحقيقها خلال عهدته الأولى. الآن كيفية تحقيق هذه الأهداف أو كيفية تحقيق هذه الالتزامات؟ هو شكل طاقم حكومي يرجو أنه يوافقه أو يساعده على تزيد هذه الأهداف. إذن هذه الأهداف تكون بطبيعة الحال من بين الأهداف المرجوة هو ماذا؟ فتح المجال للاستثمار، سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي. الإشكالية الموجودة الآن هناك، أولا يجب أن نغير الذهنيات، أننا نقول أننا يجب أن نعتمد فقط على القطاع العمومي أو القطاع الخاص، لأن التكنولوجيا الآن موجودة. أين موجودة التكنولوجيا؟ موجودة في الخارج، موجودة في المؤسسات العالمية. إذن هذه المؤسسات والشركات مع الجنسيات هي التي تستطيع أن تجلب لنا هذه التكنولوجيا. ومن أجل أن تأتي هذه الشركات، من أجل أن تأتي هذه الشركات إلى وطننا أو إلى بلدنا، يجب أن نوفر لها الظروف أحببنا أو كرهنا. لأنها لماذا تأتي؟ لأن موجود بلدان مجاورة أمامنا تفتح لها كل الشروط، موجود دول أخرى كذلك تفتح لها كل الظروف. إذا لم تفتح لها، ما عندها ماشي أنك سوف تضرها، لأنك سوف تضطر فيما بعد أنك يعني تشتري الاقتصاد سوف تضطر فيما بعد أنك تشتري سلعها. أنت تشتري سلعها. إذا أفضل أن تشتري هذه السلعة من الدول الأوروبية أو تشتري هذه السلعة من الدول الإفريقية المجاورة لك، أم أنك تقوم بإنتاج أو هذه السلع في بلادك؟ إذن بقيت نفس الميكانيزم. إذن من الأحسن أننا نقوم بإنتاج هذه السلع في الجزائر. إذن كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق تسهيلات، والتسهيلات هني موجودة في أول حاجة الإدارة. لماذا تكلم الوزير؟ يعني وزيره خبير في هذا المجال، تكلم على الإدارة، يعني الإدارة البيروقراطية. يعني في بعض الأحيان يجيك مستثمر من أجل أنه يفتح مثلا حساب جاري أو يفتح، يجد صعوبات من أجل أنهم يقوم بتحويل ماء العملة، من تحويل العملة من الخارج إلى الجزائر، وحتى من الجزائر إشكالية إلى الخارج، من أجل أنه يحول العملة بالجزائر، لأنه من حقه يريد يحقق أرباح، ويريد أنه يستثمر جزء من هذه الأرباح في الجزائر وجزء آخر يستثمر في مكان آخر. إذا لازم تكون ميكانيزمات، يعني يحول هذه العملة ويدي هذه الأموال إلى الخارج كذلك. كذلك من أجل أنه يأتي بعمال ولا بخبراء معينين، تأشيرة كذلك، يعني كل عدة تأشيرة للمواطنين الأجانب باش يدخلوا الجزائر. كذا كاين الناس يشكيو ان صعوبات في حصول على التأشيرة الجزائرية. إذن مجموعة من العراقيل الإدارية تعيق ماذا؟ تعيق الاستثمار في الجزائر. صحيح. هذا كنقطة أولى، إذا العراقيل الإدارية. ثم كاين نقطة أخرى في الاستثمار الأجنبي، هو الجهاز المصرفي اللي تكلم عليه أستاذنا الأستاذ كاوا. الجهاز المصرفي الجزائري لازم أن نظن أنه يتأقلم ويتأقلم، ولكن حتى يتأقلم ماذا يجب؟ يجب أننا يعني نقوم بخصوصة بعض البنوك. يعني أنا هذا اقتراح ديالي، لأن البنوك العمومية كنت تشوف الجهاز المصرفي الجزائري أغلبيته بنوك عمومية، يجب أننا نقوم بخصوصته وترك ماذا؟ نوع من البنوك ثلاثة ولا أربعة كبنوك عمومية مثل بقية الدول، لوجود قطاع عمومي ووجود قطاع خاص بطبيعة الحال يدافع ماذا؟ على استراتيجية معينة. إذن هذه مجموعة من الإجراءات ليجب أن تقوم بها الحكومة. الهدف الآن والمهمة الأساسية وشنو هي؟ هل الحكومة الآن، هذا سؤال آخر، هل الحكومة الآن قادرة على إنجاز هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن؟
أولى. إذن كل ما تكون الحكومة نقول عليها حكومة جيدة أنها باستطاعتها أنها تحقق جزء من الأهداف، لأن كاين الهدف العام وكاين الأهداف الجزئية. يعني تشوف أنت من على بنقطة يعني. إذا كان مثلا من على عام مثلا تشوف اللي بدأت حققت نقطتين من الهدف الأساسي. صحيح. هنا نقولوا بلي هذه الحكومة بدأت تطبق في برنامج رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال أنه في كثير من الأحيان يقدر تكون عندك هدف وفي مرحلة معينة لظروف إقليمية خاصة أنك تغير الهدف هذا، ولازم تم في بسرعة فائقة تغيره وتبدأ تطبق في برنامج جديد ولا في استراتيجية جديدة من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي في أقرب وقت. كذلك الوصول إلى الهدف الرئيسي في أقرب وقت ممكن، يقول السيد الرئيس يجب استرجاع هيبة الدولة. السيد كاوبي، يعني شفنا مؤخرا يعني إجراءات كما كان يقول السيد زبدي، قرار يتخذ صباحا من عند وزير يلغى مساء من عند وزير آخر أو وزير أول، تعيين وزير وبعد 24 ساعة يقال الوزير. يعني ما كانتش كاين هبة الدولة. السيد كاوبي، اليوم هل باسترجاع هبة الدولة يمكن أن نستطيع أن نجسد هذا البرنامج يعني بكل ثقة، ونرجع هذه الثقة بين المواطن والحاكم؟ يعني تفضل. وأمر لا شك فيه، هبة الدولة أمر حتمي من أجل تسيير الدولة بصفة عامة، حتى الأمور العادية الطبيعية. لما نتكلم على اقتصاد سوق أود أن أؤكد على أمر مهم. لما نتكلم على سياسة اقتصادية نتكلم على الخيارات، كالسون لي شوا. قل لي خيار في مجال روحوا لاقتصاد السوق، قل لي أسئلة مهمة تطرح كل مرة ولا للأسف الشديد لا تجد الإجابات. أن احنا من 76 من لاشاقت الميثاق الوطني نتكلموا على تنويع الاقتصاد، والدولة لا تزول بزوال الرجال، ولكن المشكل الأهداف كلها جميلة، كيفية تحويل الأهداف وتجسيدها إلى حقائق. وهنا نتكلم على الوقت، ونتكلم على التنظيم، ونتكلم على الأمور والخطط العملية التي من المفروض، لأن لما ندير استراتيجيتي لا يمكن أن نتكلم عليها وأن نضبطها إلا إذا قيمت المحيط، قيمت إمكانياتي، أعددت خططي، وإلا فإن استراتيجيتي هي جوفاء، هي خالية من المضمون. لذا نتكلم على هذا الأمر، هنا يجب ان نتكلم على امر ان هنا الوقت هنا نشاط الراي. هنا كاين دور تاع الوزارات على الاستشراف، يعني حتكون عندها دور كبير في حقيقه الامر من اجل تدعيم البرنامج. امر انا نقول بان الامر يجب ان يكون مضبوط سابقا، اذا لي شوا دوفت اتر ديفيني. نعطيك مثال، ماذا سنعمل بالقطاع العمومي الذي يستنزف الكثير والكثير من الادخار العمومي من المديونية العمومية الآن؟ ماذا سأفعل بمنظومة الدعم اللي احنا هذه 10 سنوات نتكلم عليها وتستنفذ أكثر من 18 مليار دولار في ظل أزمة خانقة؟ ماذا سأفعل بسعر الصرف اللي بدون إعادة نظر في منظومة سعر الصرف لا يمكن أن أتكلم على تحرير اقتصاد ولا على بيروقراطية ولا كذا، لأن هذا العائق الكبير لبخيالابل لي فوندامونتو. اذا ما تكلمتش على هذه الامور، نتكلم على اعداد خطط واخذ بعين الاعتبار امكانيات المواطن، هذا امر بديهي. لا يراد ان يكون له حل هذا المشكله. اذا الامر مرتبط بخيارات واضحه تمكن. اذا لما نتكلم على سعر الصرف، ان لم نحرر الاقتصاد الوطني من عائق للاسف نعتبر البلد الوحيد اللي عنده ديواليتي تاع سعر الصرف، ولازم ان نعلم بان هذه لا ديواليتي تاع الصرف يتولد عليها اون ديواليتي توازي، او وجود اسواق سواء في الخدمات او اسواق في السلع واسواق مرتبطه، وتخلي العمليه الاقتصاديه مغيب فيها السعر من المعادله الاقتصاديه. اذا اقتصاد لما نتكلم اقبال على اقتناء السلع من خلال بنك الجزائر، لانه السعر هنا منخفض في سوق الموازيه مرتفع. لما نتكلم من بين التوجيهات اللي مدها السيد رئيس الجمهوريه الى الوزراء هو محاربه تدخين الفواتير. اذا لما نروح الى الاصل، الى المبدا، لماذا فيه تدخين فواتير؟ لان يا ديواليتي تاع سعر الصرف. اذا عوض ان
نزيد من البيروقراطية والإدارة والمراقبة والأمور اللي صحيح يمكن أن تكون جيدة في نسق معين، ولكن الأصل أن نذهب إلى الحل الأجدى والحد الأنفع والحل الأنفع للاقتصاد الوطني، وهو الذهاب إلى سعر صرف موحد يقترب السعر الحقيقي زيد على ذلك. السعر الصرف الحالي يجعل من عملية الاستيراد أكثر نجاعة بالنسبة للمتعامل الاقتصادي، يجعل من عملية الإنتاج أكثر تكلفة في الجزائر من البلدان الأجنبية. إذن إن لم يكن الأمر واضح في أذهاننا، فإن عمليات إعداد الخطط وإعداد الاستراتيجيات الفرعية أو القطاعية ما هوش الحل. الحل الأساسي أن تكون فيه استراتيجية شاملة مبنية على خيارات واضحة، رغم أن هذه الخيارات في الكثير من الأحيان ستكون مؤلمة. صحيح. إعادة النظر في منظومة الدعم ستثير لا جدل في ذلك الكثير من ردود الفعل الإيجابية، ولكن إن تم شرحها، إن تم إقناع الجزائري بأن عملية إعادة النظر في المنظومة سيتم عمل فيه بطريقة ذكية وبطريقة عادلة في توجيهها لمن يستحق في أقرب وقت ممكن، لأن فيها إهدار كبير للموارد المالية للجزائر اللي للأسف هي قليلة وقليلة جدا الآن. إن لم نجيب بطريقة واضحة على مجموعة من الأسئلة الأساسية المهيكلة لعمليات المرور من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد نود أن يكون تنافسي، وهو الحل الوحيد، لأن ما فيش فلسفة في هذه الأمور. صحيح. والحلول واجدة، on va pas inventer des solutions. الحلول واضحة، ولكن كيفية سنها، كيفية إعداد التوازن للدوزاج بينتها مع الجانب الاجتماعي والسياسي هو الأمر المهم. وأنا كنت أنتظر أن يكون أول، وأود أن يكون الاجتماع الثاني يكون فيها نافيشاج تاع لي شوا، ويكون فيها نافيشاج تاع لي ريفورم، وين رانا رايحين وقتاش نديروهم هاد لي ريفورم. ربما هذه تكون على مستوى الحكومه، يعني في اجتماع لمجلس الحكومه بطبيعه، يعني لان في اجتماع الحكومه حيكون تقديم برنامج الحكومه. وفي برنامج الحكومه حيتم عرضه على البرلمان، وبالتالي تم حتكون يعني نعرف تفاصيل هذه الاجراءات. من بين ايضا سيد زبدي رفع او الغاء لي ار جي على محدودي الدخل، يعني كان ضمن وعود الرئيس لما كان مترشح، اليوم جسد أول وعد يعني لإهم فئة واسعة من ذوي الدخل المحدود، إلغاء هذه الضريبة. تفضل. طبيعة الحال ميكانيزمات إعادة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، نعم، ومن خلالها يعني تحسين القدرة الشرائية للمواطن للأسف الشديد. وحتى تقديراتنا يعني في السابق أنه عائلة من 5 أفراد لازمها ما لا يقل عن 60,000 دينار جزائري، نعم، حتى تعيش حياة كريمة. أعتقد أنه إلغاء الضرائب يعني على الدخل، أصحاب الدخل الضعيف، هي من بوادر يعني متنفس، لأنه لازم نقولوها يعني صراحة الآن، المواطن الجزائري ينتظر الكثير من هذه الحكومة، والمواطن الجزائري خاصة في خضم يعني هذا الجزائر الجديدة يريد أن يرى رياح التغيير وأن يشعر بها. على ذلك نعتقد أنه هنالك إجراءات سريعة لابد أن تكون، وهنالك إجراءات يعني في الأجال المتوسطة وبعدها في الأجال البعيدة. خليني فقط حبيت نعلق على مفهوم هبة الدولة، يعني هبة الدولة، وحتى أنه كثير من المواطنين باش نبسطوا الأمور، نعم، بالنسبة لهم هبة الدولة أنك تشوفي بوليسي ولا جدارمي تتخلعي، لا ولا مش هذا المقصود تماما، مش هذا هبة الدولة. لا هي مصطلحات أنا قلتها بالعاني، نعم، لأنه كثير هبة الدولة لما نهضروا على قراراتكم صارمة، هذا واش قلت يعني، لما نهضروا تعيين إقالة وضع قانون غدوان الغيو، هذا ثبات المواقف، نعم، هذه الأمور التي نحن في حاجة إليها. وهضرنا أيضا يعني في إطار هبة الدولة، لما ما تكونش هنالك هبة للدولة فلا يمكننا أن نجلب المستثمر الأجنبي. صحيح. كثير من المستثمرين الأجنبي عدم لا استقرار في القوانين، لا استقرار كان يرفضوا قشهم وراءهم، نعم، بطبيعة الحال أصبح ديروا قانون والعجيات ديروا قانون، يعني استحالة. صحيح. كذلك لما نحضروا على تحسين
يعني القوانين تتغير بتغير الأشخاص على رأس الوزارات. ما كاش يعني حتى بعض الإدارات أحيانا حتى تجيب لها قانون جديد يقول لها وجديد القديم هذاك راح، يعني تنمو أن القوانين كتخرج والقرارات يعني إلى غير ذلك من الأمور. كاين إذا أردنا حقيقة، وأعتقد أنها نقطة مهمة لابد أن نشير إليها، إذا أردنا حقيقة أنه يعني بما أننا في موضوع يعني اقتصادي، أنه الاقتصاد لا يمكن يعني فصله عن محاربة الفساد، واعتقد يعني هذه نعم وهذه من النقاط التي تم يعني التأكيد عليها، وعدم إهدار المال العام. لما ما نهدروش المال العام ولما نواصل في سياسة محاربة الفساد، أعتقد أنها من الأمور أولا التي تبعث رسالة طمأنينة للشعب الجزائري، وهذه الطمأنينة هي التي سوف تكون عاملة من عوامل كسب الثقة، لأننا الآن نقولوها بصراحة عبارة هنالك انقطاع للثقة وتمزق للثقة بين الحاكم والمحكوم. الإجراءات سريعة مثل هذه، مواصلة محاربة الفساد، عدم إهدار المال العام، إجراءات في الشق الاجتماعي من خلال رفع الضرائب إلى غير ذلك، تنظيم الأسواق، إصلاح النظام الضريبي حتى يعود بالفائدة على التاجر أيضا، وتكون هنالك مساواة، كلها إجراءات نعتقد أنها لا تحتاج إلى وقت طويل بقدر ما تحتاج إلى ميكانيزمات سليمة يمكن من خلالها أن نصل إلى الأهداف المرجوة. نعم، وسياسة العقاب السيد شنايت، والذي يقول اليوم رئيس الجمهورية أننا يجب يعني ما نبقاوش في سياسة العقاب، نتوجه إلى سياسة العقاب اللي يغلط ب يعني عليه يعني يدفع يعني اللي يغلط مش اللي يغلط من يعني يجتهد ويغلط، لا يعني متعمدا يعني لهنا سياسة العقاب راح تكون بالمرصاد لكل من يتلاعب بالمال العام، لكل من يعني يتعسف في تسيير شؤون البلاد واستعمال السلطة لمصلحة شخصية. برأيكم إعادة هذا سياسة العقاب اليوم، هل بإمكانه أن يقلص من كما قال السيد زبدي من ظاهرة الفساد المتفشية، يعني رغم المكافحة المستمرة منذ أشهر لهذه الظاهرة، وشفنا نتيجة التسيب واستعمال النفوذ والغطرسة والمال الفاسد الذي عشعش في دواليب السلطة. السيد شوف شنايت، محاربة الفساد يجب أن تستمر، لأنها هذه من بين الأهداف تاع برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ولكن مرافقة هذه المحاربة هذه اللي تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق عدالة قوية. يعني إذا تحوس تحارب الفساد يجب تكون عندك عدالة قوية. العدالة القوية هذه تكون عدالة عن طريق اختيار الأكفاء للدخول إلى هذا القطاع، ماشي للدخول أولا لهذا القطاع عن طريق المسابقة وعن طريق المدرسة العليا للقضاة، عن طريق التكوين كذلك، لأن كاين ناس أكفاء ولكن الناس ما عندهمش تكوين في مجال الاقتصادي، عندهم تكوين في مجال الحقوق، عندهم تكوين في المجال الآخر، إذن تكوين في كل المجالات. إذن هنا يكون عندك جهاز عدالة قوي وقوي جدا. لما يكون عندك جهاز عدالة قوي ترافقه بماذا؟ بقوانين صارمة، لأن حتى العدالة إذا كانت القوانين تساعد على الفساد راح يكثر عندك الفساد، حتى لو كان العدالة يتحارب لكن كذلك راح يكثر. إذن يجب أن تكون هناك قوانين تساعد جهاز العدالة على محاربة ماذا؟ على محاربة الفساد. كذلك اختيار الرجال في مختلف القطاعات سوف يحارب الفساد، لأنك أنت لما تختار ماذا؟ وزراء أكفاء، لما تختار ولاد، لما تختار مديرين، لما تختار حتى رئيس مصلحة، يعني من أبسط مسؤول إلى أعلى مسؤول، سوف بالتالي لأن هذا الناس اللي اخترتهم على أساس الكفاءة وعلى أساس النزاهة وعلى عدة أسس أخرى ومعايير أخرى، سوف بطبيعة الحال يقدر أنه يخرج منهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. هذا لا يكون عام كما هو حدث الآن. كذلك يجب أننا نفرق ما بين الأخطاء في التسيير وما بين ماذا؟ وما بين الجرائم تاع الفساد أو الجرائم الأخرى، لأن كاين بعض المسؤولين يهدفون إلى تحقيق شيء جيد وأنه يخطئ حقيقة هنا، لأن إذا كان يعني يدخل في لازم في إطار التسيير في إطار المهنة، لأن الأخطاء كاين بعض الأخطاء إذا كان نجرم الأخطاء نقتل روح المبادرة ويوليو الناس قاع
يخافوا يخاف انه نعم. يتخذ ولا يبادر ولا يبادر لا يبادر نعم. يقول لك انا نتخذ اجراء خليها كيما راهي خليها كيما راهي وبالتالي تقعد البيروقراطيه يقول لك انا ما نسيني والو نسيني نولي حاصل ما لا نقعد هكذا اذا حنا لازم تكون هذيك المرونه باش نقدروا نفرقوا ما بين الاخطاء وما بين الجرائم نعم. وحنا بطبيعه الحال نحارب الجرائم ولكن نريد ان نقلص من الاخطاء عن طريق اختيار الرجال الاكفاء في الاماكن المناسبه لهم. نعم في نفس النقطه السيد كاوبي قبل ان نذهب الى نقطه ادماج الشباب في تسيير شؤون البلاد من خلال يعني ظفرهم بعدد من الوزارات والوزارات المنتدبه في نفس الاطار مكافحه الفساد هل ستتواصل بنفس الوتيره؟ وكيف ستكون مرحلة التسيير المقبلة؟ يعني هل سيكون هناك تخوف لبعض المسؤولين وتفادي هذه يعني الاهتمام بالمصلحة الشخصية و يعني على حساب المصلحة العامة والمال وإهدار المال العام؟ تفضل سيدتي. الأمر العقابي لا جدل فيها إنسان اللي اخترق القانون يعني لا يمكن أن ننكر باللي كنا في مرحلة لامفينيتي توتال يعني بس علاش واش بينت هذه المحاكمات مثلا نعم. بينت بأن كل الأطر كل التنظيمات جو دي جو بار دورغانيزاسيون اي دو بروسيدور على مستويات عليا في لاوت ادمينستراسيون سواء رئاسة الجمهورية سواء رئاسة الحكومة سواء الوزارات اخترقت وانتهكت صحيح علاش درنا دي بروسيدور علاش درنا اون اورغانيزاسيون وحتى اطر الاطر التي تتم فيها في التنظيم دون لورغانيزاسيون او نيفو دو مينيستير تتم فيها عمليه المراقبه المراقبه الذاتيه نعم. او لو كونترول انترن لم يكن يعتد بها اذا القطيعه ليست ان نقول العقاب العقاب امر بديهي جدا نعم نشرحوا الماء بالماء إنسان اخترق القانون يعاقب هذه ما كانتش موجوده لكن القطيعه نعم. إيه باش نبدلوا نعم. باش ما نديروش لا بريسيون الناس في لو سيكتور بوبليك من شحال من وقت يقولوا لا ديبيناليزاسيون دي زاك دو جيستيون حنا نزيدوا لهم الخوف وكل شيء روح دوك سنه كامله في البنوك ما كاش قروض انسان باش يسني ورقه خايف يخافوا نعم وهذا امر طبيعي ونفهمه نعم كانت مرحله نعرف الامور نعم. هذه طبيعيه جدا نعم الأمر لما نتكلم على قطيعة أن القطيعة تكون في أساليب التنظيم شو راح أي مؤسسة عالمية شوفي شحال تستثمر على لورغانيزاسيون هذا أمر عنده أصحابه وأمر تقني وأمر مهم ولما يكون التنظيم محدد يمكن من التحكم في العمليات لا ميتريز دي زوبيراسيون ويعطيك اون بروسيدور التي لا يمكن اختراقها وهاد لا بروسيدور اللي اكريت واعدوها ناس عندهم علم ومعرفه دقيقه في علم التنظيم ولما نتكلم على الرقمنه ونظن راح تكلمي عليها وهاد التنظيم كونت جو لو نوميريز نديرو غير ملموس الانسان اللي يحيد عن الاسلوب المفروض ان يعمل به في الدقيقه في الثانيه في جزء من الثانيه لو ريبورتينغ يطلع ويكشفوا امام كل الناس لان الامر ليس مرتبط بكلام بخطابات بتوجيهات الامر يجب ان يذهب الى علم وميكانيزمات وخطط تمكن من ضبط العمليات بطريقه ممنهجه كما تسير عليه الامور في الدول الاخرى هذه في انتظار نقول لك حاجه في انتظار يجب ان نقوم بها اليوم نعم في انتظار نقول لك حاجه الرقمنه نعم. علاش ما كاش رقمنه اذا لم نصلح نعم. الاداره اذا نحكوا عليها في الاداره قبل ما نحكوا عليها في الاقتصاد لان امر اخر الرقمنه هي اعاده نظر جذريه في طريقه لو مانجمنت الناس اللي راهم في الاداره ماذا بهم ما يديروش نعم رقمنا. وهذا واش حنقول لان تروح لهم مصالح وتروح كذا اذا كانت في برنامج سيد الرئيس اعاده اصلاح جذري للاداره العموميه نعم وهذا وارد لان نعم. من تكلموا في الموازنه العموميه 8000 مليار دينار جزائري كصرف تسيير تسيير
نجاعة. أقول لك نروحوا المجلس المحاسبة أقول لك أن ليفيكاسيتي دو لا ديبونس بوبليك هي ميديوكر وليفيسيونس تاع لا ديبونس هي براتيكمون نول، حتى أن منظومة الدعم الاجتماعي كل الناس موافقة عليها أنها غير ناجعة وغير فعالة، ولكن لا نغيرها ولا نغيرها. نعم. إذن هذا الأمر مرتبط بإعادة إصلاح جذري وعقلاني وعلمي وفي أقرب الوقت أجل. أقرب وأن تكلف هذا الأمر يا دي جون دو ميتي اللي يعرف سواء مؤسسات أو تقنيات، وهذا اللي لما يكون الناس عندهم معرفة وقاموا بهذه العمليات في مجالات أخرى كما قامت به رواندا وإثيوبيا. نعم. وكذا في ظرف سنة أو سنة وأربع أشهر تمكنوا من إحداث نقلة. لماذا؟ لأن من أعدوا العمليات يتحكموا فيها. تثمين المورد البشري غير يعني غير مثمن المورد البشري. يجب العمل 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 والعمل من عند إصحاب أهل العلم والمعرفة والاختصاص والتجربة في نفس المجالات، لأن دون ذلك رانا نقعدوا ندوروا في بلاصتنا. والمشكل أننا نستنزف وسنستنفذ كل الموارد كل الإمكانيات اللي هذه نعطيك أربع سنين كان عندنا احتياطي صرف 200 مليار دولار. الآن عندنا 50 مليار. إذا كل هذا يمكن أن نقوم بعملية الإصلاح في ظروف جد صعبة. كل ما ذهبنا كل ما تأخر كل ما ذهبنا بسرعة كل ما أونيفيت ونخلي الإنسان اللي يسير يكون عنده هامش مناورة أحسن، لأن الجبهة الاجتماعية أليكسي زبدي الجبهة الاجتماعية يعني وليارجي ليارجي 30 ألف دينار تعرف شحال يخلص ليارجي؟ 1000 دينار. انك تحسين القدره الشرائيه ب 100000 سي توجور سا، ولكن الذهاب الى تحسين القدره الشرائيه باغ لوفر هذا واش قال يعني باغ لوفر وباغ تطوير الانتاج والاهتمام بالقطاعات الاخرى عدا قطاع المحروقات. في نفس السياق لما تكلمنا على سياسه العقاب سيد زبدي، يعني في السابق لما كان وزير او مسؤول يخطا كنا على الاكثر تقدير نبعثوه لدارو سيد زبدي. شوف نقول لك صراحه الاشهر الماضيه نعم بكري ها برشا عباس نبعثوه لدارو ودرنا فيه مزيه ها بكري كان اللي يخطئ نزيدوا الرقيوه ها نقولها بصراحه العباره صحيح ما نكذبوش على بعضنا. صحيح. الان لما رانا نهضروا على قطيعه يا ترى بالحمد لله كاين رئاسه وكاين حكومه جديده وكاين اطارات جدد كفئين وكذا الى غير ذلك، هل هذا سوف يضمن القطيعه مع الاساليب الحكم الماضي؟ لكن يقول الرئيس انه هناك سياسه العقاب خليني نقول لك استرجاع هبه الدوله يعني كلها الفكره اللي حبيت نقولها. تفضل ماهوش بوزاره جديده الان راح نقطعوا اللي تكون هنالك قاطعه كانه لماذا؟ لانه اعوان النظام السابق في الادارات من مديرين من حتى اللي زار حتى البوابين ما نقولوش كاع، ولكن جزء منهم كان في إطار منظومة الفساد وللأسف الشديد. الآن على كل قطاع أن لكن يتحكم هناك فئة بإمكانها أكيد. إحداث التغيير أكيد. نعم. ولكن على هذا الأساس أن نقول أن القطيعة مش راح تكون سهلة، القطيعة لابد على كل وزير أن يتحكم في قطاعه وأن يقوم بالغربلة في أسرع الأوقات في قطاعه. والرقمنة سيد زبدي يعني إذا ما توجهنا إلى الرقمنة ولاحظنا أنه مش مشكل إمكانيات كما قال السيد كاوبي، يعني لما حبينا نرقم له قطاع الداخلية رقمنا لأنه دي زيكستخين نيسانس ودي غزيدان ما فيش أفار لما حبينا نرقم له قطاع العدالة رقمناه في ظرف وجيز ايضا، واليوم كل ما هي وثائق على مستوى العدل لازم نرقمنو الضرائب لما حبينا نرقمنو قطاع الضرائب رحنا لجي بيتيك ودفعنا اكثر من 30 مليون دولار لكن لم نرقمن هذا القطاع ما كانتش هنالك نيه يعني مش مشكل صعوبه الرقمنه ما كانش ما كانتش هنالك نيه لرقمنه بعض القطاعات، لانه في رقمنه بعض القطاعات تظهر هنالك ثغرات كبيره ويظهر هنالك مواطن الفساد. الناس ما كانتش حابه رقما نقولها بصريح العباره يا سبحان يعني الله العظيم بلدان افريقيه يعني بكري 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 كي كان يلعب الفريق الوطني يقول لك لعبنا مع اثيوبيا لعبنا مع زومبي لعبنا مع كذا تلمو كنا من العزل البلدان احترموها ولكن ولكن كانت بلدان ضعيفه جدا. نعم هذا البلدان هذو
هذه البلدان باش يسمع المواطن الجزائري فرق ما نمهر بين علينا راهم في لا 5G يا اخي انت اذا راك تعبص باش يخرج لك يدور لك هذاك الحنج هو هذوك خلاص ما عندهمش حنج سيبو كروكوديل كاين امور للاسف الشديد ما كناش عاطينها اهميه لماذا لانها كانت تغطي على منظومه الفساد الان راكي حضرتي انت على المجال التعسفي يا اختي الكريمه لابد ان تتغير بعض الذهنيات لابد المسؤول يتغير في ذهنيته ولابد ايضا ان تستمر محاربه الفساد كاين حاجه نقطه واحده اخرى لاننا صحيح نحاربوا الفساد والفساد هذا باش نقضيوا عليه بالك يلزمنا سنتين ولا ثلاثه صحيح. لانه تبدا بالملفات مستشفى. الكبيره ايضا في اطار اصلاح العداله والقوانين ماهوش معقول يا جماعه واحد اللي سرق بورطابل يحكموا عليه كما واحد سرق 300 مليار هاو سي با نورمال يا جماعه كاين خلل كاين خلل كبير ولكن ايضا لابد من الوقايه من الفساد نعم هنا كاين هيئه كبيره نعم كاين هيئه الوقايه كانت محقوره كانت محقوره ومجلس المحاسبه كان مجمل نعم هيئه بدات تشتغل ونثمن العمل نعم تاعها وراهي تقوم بالان بعمل كبير جدا ونحن يعني من الناس اللي يعني الملفات اللي كانت بهذه الهيئه سابقا ساعدت كثير العداله في فتح ملفات الفساد على مستوى الان الرقمنه نعم الان الرقمنه مهمه ضروريه لتسهيل حياه المواطن لمعرفه يا ولدي كنت تقولي له انت شحال رانا نجو هذا العام يقول لك ما على باليش وراهي الرقمنه سبحان الله العظيم ساعات عندنا الثوم في البلاد يدير ب 2000 فرانك الساعه اللي بعدها العام اللي بعدها يدير 200000 وكانت عندنا رقمنه نعرفوا شكون اللي يخدم ونعرفوا شحال المنتوج وشحال نستهلك ولو كان عندنا ايضا وزاره للتخطيط والاستشراف اللي استحدثت مؤخرا يعني هذه مهمه جدا حتى في الارقام تاعنا الارقام تاعنا ارقام مغلوطه ابروكسيماتيف يعني حتى لما اكثر من 200 اكبر من نحن نشوفوا باللي قدره الشرائية تاعنا في الحضيض ويقول لك التضخم 1% نعم نشوفوا الناس كاع شوامر يقول لك كلنا قلنا لنا سيد زعيمه مؤخرا انه لا يمكن انه مستوى التضخم يكون اعتقد شوفي يعني اعتقد انه الوثبه الحقيقيه في جميع القطاعات هي الرقمنه بصح قبل ما نهضروا على الرقمنه لازم نسقموا شويه الانترنت تاعنا هاكا هاكا ما نخرجوا ما نبقاوش غير ما نبقاوش غير بالروكا وزاره الصيد البحري شو كيف تنقينا الحاله باش ما يزيدوش يجونا لا يتكلم على الرقمنه استحداث السيد شنايت استحداث وزارات للشباب مكلفه بالستارت اب بالحاضنات ليزانكيباتور بالجاليه الجزائريه يعني وزارات كنا نطمح لها منذ زمن خاصه في مجال المعرفه والرقمنه يعني هل أصبنا اليوم في تحديد هذه الأولويات وهذه الوزارات المنتدبة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون انطلاقا يعني من الرؤية الأولية إليه ومن رؤية تشكيل الحكومة يهدف أساسا إلى تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنواعها وتشكيلاتها وأسمائها نعم. يعني بصفة عامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآن في هذه الوزارات أتمنى فقط يعني تمني أن ما يكونش تداخل ما بين الصلاحيات ما بين هذه الوزارات حتى تسير كلها في إطار ماذا في إطار الهدف تحقيق الهدف المرجو من ذلك ربما كاين وزارتين منتدبتين فقط لأننا نتكلم على إمكانية التداخل هي وزارة المنتدبة للحاضنات والستارت اب هذه يعني ما كاش فرق كبير بيناتهم ولكن كذلك حتى الوزارات المنتدبات والوزارات كذلك يمكن ان يكون تداخل ما بين الصلاحيات ما بين الوزير والوزير المنتدب يعني في بعض الاشكال يعني مثلا لما نتكلم على وزير المنتدب المكلف بالفلاحه الصحراويه وعلاش يكون تداخل يعني ربما انه ينقص من عبء الوزير يعني معليه ومن المفروض تسمح لي قاطعك من المفروض الوزاره يديروا هذه الوزاره يديروها في الصحراء يديروها في الصحراء يرحم والديهم يديروها في اضرار وهذا هو الشيء الذي راينا جميعا ولا في لما يديروها نجبرك تم الاعلان عن الوزاره وحتى البيئه الصحراويه نعم يديروها من المفروض انها تكون هذه نعم. من المفروض اصلا انه اننا اذا كان ندعو الى الاستقرار وعدم النزوح وكذا اننا حنا ننتقل
الداخل باش ناكدوا للمواطنين ان نحن صح راح نذهبوا الى الولايات الداخليه. صحيح. وكان مشروع عاصمه في منطقه معينه منطقه بوكزول وكذا، والمشروع راح يعني في مدينه جديده. ولكن الاشكاليه الاخرى في هذه المؤسسات هو ليس انشاء هذه المؤسسات بحد ذاتها، ولكن في تدعيمها. لا الوزارات تهدف الى انشاء مؤسسات وتدعيمها. الاشكاليه الان ليس في تدعيم هذه المؤسسات فقط كذلك كنقطة ثانية، ولكن الإشكالية في نمو وتطور هذه المؤسسات. لأن هدف هذا البرنامج ما هو؟ هو إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. لماذا؟ لأولا الإنقاص من البطالة. كذلك ممكن أن هذه المؤسسات تنقص لنا، تجيب لنا منتوجات وخدمات، تنقص لنا من استيراد بعض المنتوجات. ولكن الهدف الأساسي هو تطور هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح ماذا؟ مؤسسات كبرى ومؤسسات ضخمة لتتطور. إذن أنه مؤسسات وهذا السؤال اللي نسأله. اللي بدأت هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كم عدد المؤسسات اللي كبرت ولات مؤسسات كبيرة؟ قليل. لما بدينا معناتها ما راناش ناجحين. لازم باش ننجحوا لازم هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه تكبر. في كل مره نلقاو في كل عام مؤسسه صغيره ومتوسطه ولات مؤسسه كبيره، وخلقت مؤسسات متوسطه وصغيره جديده، ويقعد هذا التطور. هذا التطور هذا وهذا النمو هو اللي يخلينا ماذا؟ يتطور الاقتصاد تاعنا. لان كي تتطور المؤسسه معناتها تطورت المنتوجات تاعها، معناتها اصبحت منتوجات وين تباع على مستوى السوق، كل السوق المحلي. لان مع المعلومه واش تبدا مؤسسه تباع في قطاع معين أو في ولاية معينة، ثم تبدأ تنتشر 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 حتى أن تولي تغطي ماذا؟ كل السوق الجزائري. ثم بعد ذلك ماذا تفكر؟ ماشي كيما احنا في الجزائر دائما نهدف إلى ماذا؟ إلى أننا نبدأ نصدر بعض المواد، ولكن احنا السوق تاعنا مازال ما غطيناهاش. لازم أولا نغطي السوق المحلي، ثم بعد ذلك نهدف الى ماذا؟ الى ماذا؟ الى التصدير. رغم ان هناك من يفكر امكانيه التصدير بدون ان نغطي السوق المحلي. هناك من يفكر، ولكن هذه وارده يعني تعمل بها كل، ولكن المشكل اين هو؟ المشكل انه تكون هناك سلع بديله موجوده، هناك سلع بديله تغطي سلعتنا. احنا سلعتنا نصدروها للخارج، ولكن هذه السلعه يوجد سلع بديله لها في السوق المحليه تغطي السوق. اذا بامكاني انني اصدر الى الخارج، ولكن اذا كان انا هذه السلعه تاعي مطلوبه في السوق المحليه، لماذا لا اقوم باولا بتغطيه السوق المحلي، او انني ماذا؟ نوسع في السوق المحلي ثم اذهب ماذا؟ يعني لما نوسع في عدد المؤسسات راح يكون عندنا اللي تصدر، وراح يكون عندنا اللي تنتج محليا، ولكن وتغطي السوق الوطنية. عدة امور باش توسع المؤسسات. لازم هنا قلنا مع الاول لازمنا قطاع مصرفي قوي. لازمنا سعر الصف اللي تكلمنا عليه. رئيس الجمهورية وعد انه راح تكون بنك للاستثمار يعني مخصص لهذه المؤسسات. المشكلة ليس في البنوك. المشكلة في الميكانيزمات. لان احنا عندنا شوف شو وضع الميكانيزمات. شحال عندنا من البنوك؟ عندنا مجموعه من البنوك الله يبارك. ولكن المشكل وين راه؟ هل هذه المؤسسات كيف سوف يستفيد هذا الشاب اللي عنده مثلا فكره او ابتكار، كيف يستطيع ان يستفيد من ماذا؟ من دعم من طرف البنك. ما هو الملف الذي يجب ان يطلبه؟ لما يكون البنك عام يعني من مدخرات المواطن، هنا يصعب منح مثل هذه القروض اللي فيها الربح والخساره. لكن لما يكون البنك موجه خصيصا لتمويل هذه صندوق المؤسسات. رئيس الجمهورية قال بنك خاص. معليش نروحوا على شكل صندوق. إذا كان نروحوا على شكل صندوق، لأن لتمويل، لكن يرجعوا معليش لتمويل. لا مش عيطلهم يرجعوا بإعفاءات. هو كاين الإشكالية الكبيرة في هذا المجال. شنو هي؟ أننا حقيقة حتى أن المواطنين الآن احنا ندعموا هذا الشباب، ولكن في كثير من الأحيان الشباب هذا ما يدعمش الدولة تاعو اللي تدعمه. لازم حتى ناخذوا التدعيم. ربما لم تمنح لهم الفرصة. ممكن. نعم. ولكن يجب كذلك أننا نقوم بماذا؟ بتحفيز هذا الشباب على القيام بماذا؟ كثير من المؤسسات الان راهي ناجحه، ولكن لم يتم تعويض ماذا؟ البنوك والانساج على الاموال اللي تبعت لها. لا حتى كان كاين مشكل للسيد كوبي، مشكل حصول هؤلاء الشباب اللي كثير منهم فلس على حقهم في المشاريع في
لمارشي بوبليك سيد كاوكا. الصفقات العموميه. الصفقات العموميه كان عندهم مشكل كبير يعني. صدر قانون يحدد النسبه. صدر قانون يحدد 20% للشباب ولم يتم ولكن لم يتم تطبيقه. نعم. نعم. شوف دوك نتكلموا مليح. نتكلموا في الاقتصاد ولا في لاسيستانا. باسكو سي تري امبورتون. حاجه مهمه. دوك تخصص له امكانيات. شوف احنا واش خلانا متخلفين وما عندناش في تنافس مع الدول الاجنبيه؟ لان عندنا سياسه دعم ودعم ودعم. لا سي دي كريدي سيدي. ما كاش كريدي. شوف ناخذوا لي ستاتيستيك. كريدي بونيفي. بونيفي. والناس ما خلصتش واغلبيه الناس ما خلصتش ما نقول فيها باسف. نعم. وفيها باسف لان ومن بعد النتائج ناخذوا مئات الالاف. هذا دخل تاع شركات الغمره حتى لي كريدي دخل في الدعم. أنا دخل بشكل آخر وكأنه دعم. صحيح. دعم. صحيح. والمشكل المشكل لأن المرض ينتشر إلى المنظومة المالية. صحيح. والمرض يبني على عدم التأقلم. ما هو حقي وحق الحق الأصل أن تحويل الاقتصاد الجزائري هو الذهاب إلى أكثر أسواق. إلى أكثر تنافس كما لي زانكيوباتور لي ميكرو انتربريز. علاش ما نجحناش في لا ميكرو انتربريز؟ الآن يقولوا باللي في الدول الأجنبية لي زانكيوباتور وكذا 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 تشكل جانب كبير من خلق الثروة. ناخذوا لك في الولايات المتحدة الأمريكية ليكونومي نيميريك سي بلوس دو 24% دو برودوي انتيريور بروت. ولكن لأن فيه دي كروند لوكوموتيف شركات كبرى هي التي تجر. نعم. وهذا دوك إذا تخلق ألف وعنده ان انفيرونمون اوستيل. صحيح. ما ينجحش. صحيح. وفي النتيجة أننا بدرنا أموال خلقنا دلا فروستراسيون عند دي جان وخلقنا منطق مطالبات يزيد الدعم يزيد الدعم الى كونسوم متدينين. إيه يعني وهذه هي وزدنا ساهمنا في لافايت دي بانك وزدنا ما نجحناش في الامر هذا. اذا لو بلوز امبورطون سي دو باسي على رياليتي ايكونوميك مبنيه على التنافس مبنيه عن زياده كذا. اذا الامر اون ا بيزوان دو لوكوموتيف دو غراند زونتربريز في الدومين دو ديتيك. نعم. ان بارلون دانكيوباتور مايكروسوفت ما خلقش مايكروسوفت خلق صغير. شكون جرو جراتو شركه كبيره. نعم. اذا فلنهيكل اقتصادنا بطريقه عقلانيه. نعم. بو انتويتيف حتى هذه المؤسسات الصغيره. نعم. يجب ان توزع على كاع على القطاعات وكاع الولايات. نزيد كلمه اخيره سني با اون كريون لورغان كون كري لا فونكسيون. مش اننا درنا وزاره اننا حلينا مشكل. مشكل موجود فنحله عن طريق جانب تفكير وظيفي. كون دون لا بريوريتي على فونكسيون على لوبيراسيون على لونتربريز. مش ربما اردنا خلق نتمنى هذه ان هذا المنتدبه لكي يتسنى للشباب يكون عنده ان انترلوكيتور. سيد مصطفى زبدي باختصار شو نتفهموا حاجه. نعم. لازم نقولوا بصراحه العباره. بلدان متقدمه الان كوريا الجنوبيه الصين تركيا على ما اعتمدت لو كان ماهيش على المؤسسات المتوسطه والمؤسسات الصغيره. هذا هو الرافع لو لوفي امبورطون اللي يرفع ليكونومي تاعها. صحيح. الان اذا اردنا كما نقول لك نخرجوا من القوقعه اللي رانا فيها ما عندناش حل واحد اخر من غير المؤسسه المتوسطه والمؤسسه الصغيره. انا اعتقد انه خلق بنك يعني ولو اني نختلف معك بنك خاص بهذه الفئه لانه هذه الفئه فئه هشه. هذه الفئه فيها خايفه. لو كان نديروا لها دوك انت مثلا انت ناشئ تروح الى بنك عمومي ونعرفوا العقليات تاع البنوك. نعم. العموميه تاعنا وتلقى معك متعامل تاع بالمليارديرات راح يزيد تلقى معك واحد. على كل اعتقد انه هذا البنك في حد ذاته استبشر به صغار. نعم. يعني صغار المؤسسات وقال لك على الاقل راح تكون عندنا معامله خاصه بريفيليجي من ناحيه التفسير من ناحيه التفهيم من ناحيه النصوص القانونيه قال لي فاهم يعطي له بلوس دو طون اي جو بونس كو سا فا اتر ان هذا الموضوع متشعب. هذا الموضوع متشعب وراح نخص له حصه خاصه. سيد شنايت البنك هذا قال لي ماهوش انا في الجزائر انا عارف البنوك تاعنا. البنك هذا راح يقدم قروض باسعار فائده. نعم. لو كان يقدم باسعار فائده حقيقيه حتى هذا الشباب ما يقدرش يدي قروض. راح يؤدي اولا الى ان لازم لكن هناك ندعمه. تحفيزات معليش هناك تحفيزات للشباب. راح نقول لك باللي راح ندعموا اسعار الفائده وبالتالي من الاصل واش راح يولي؟ راح يولي صندوق. اذا من الاحسن اننا نكريو صندوق. انا ماشي ضد الفكره. نعم. ولكن الفكره وشنو نحسنوها نديروا صندوق ونقدموا الاموال للناس ومجانيا اصلا ما فيها لا فائده لا والو وان شاء الله ينجحوا الشباب. احنا ما نشوفوا المشاريع المطروحه يعني اذا كاين دعم لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح العام
مع الضمان انه هذه الاموال ما تروحش. معليش احنا الماكله تاع الغنم وانا ندعموا فيها الماكلة تاع الغنم الأرض اللي ندعموا فيها والحبوب 150,000 خلي إذا كان لابد من دعم هذه الشباب وما يكونش دعم على وما يكونش دعم على على شاكلة ما تم من قبل من لونساج وراحوا الدراهم وراحوا الشباب. لكن لونساج مش مشكلة شباب، المسؤولين كانوا يقولوا هؤلاء الشباب ادوا هذه الأموال ليس هو نفس الوضع اليوم. محيط كذا نعم محيط نعم نخلق المحيط ليساعد نخلق مناخ ملائم للاستثمار. على كل ما ورد في أول مجلس للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سنعود إليه في مواعيدنا المقبلة بالتحليل والنقاش كل نقطة على حدة ووفق ما سيقوم به الوزراء وتقديم مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان بغرفته للمناقشة والمصادقة. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي، نشكركم جميعا على تلبية هذه الدعوة وإثراء هذا الموضوع. يمكنكم إعادة مشاهدة البرنامج على صفحات التلفزيون الجزائري الظاهرة أسفل الشاشة. نلتقي في عدد مقبل بحول الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.